اهلا بيك يا دكتور امنه نصير. اهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. اهلا بيك يا دكتور. دكتور، نعرف وانت النائبه يعني المفترض انك تمثلين هذا الدين منذ سنوات، وانت رمز هام جدا من رموز الدين الاسلامي في بلدنا هنا، والداعين اليه بالتي هي احسن وبالعقليه المنفتحه الفلسفيه كما هي دراستك. تقدمت من واقع ثقافتك وانتمائك لهذا الدين وحرصك عليه وغيرتك عليه بمشروع لتغيير او الغاء الفقره واو من الماده 98 من قانون العقوبات الخاصه بازدراء الاديان. لماذا نعم. دكتور أمنة، وماذا ارتأيت فيها كي تطالبي بإلغائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة أنا مطالبتي باهتمامي بالإنسان وبعقيدتي، وأنا برفض ما ينسب إلى عقيدتي بأنها بتسجن صاحب الرأي، ولست مع انفلات الرأي بالتأكيد، أو إن الرأي يمس ثوابتنا العقدية أو ثوابتنا الدينية، إنما اللي برفضه أن يكون اختلاف الرأي في قضية ما أنها تقول بصاحبه إلى السجون. هو ده الذي برفضه، وبرفضه عن شريعتي وعن إسلامي، لأن المساحة لحرية الإنسان في الشريعة الإسلامية مساحة واسعة. يعني يكفي أعظم دليل أن الحق سبحانه وتعالى وهو يرسل نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الأمة، يعني ينبهه يقول له لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، ولست عليهم بوكيل، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني دي مسائل لابد أنها تأخذ مساحتها في التفكير وفي مساحة الاختلاف المنضبط. لا، وعاتبه أيضا في عبد الله بن مكتوم وقال له وما عليك أن لا يزكى. بالضبط. يعني مساحة الحرية في العقيدة الإسلامية بدليل أن من اجتهد وأصاب له أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. يعني حتى لم يحرمه من الرأي. يعني ليست العقيدة الإسلامية بهذا النوع من خنق الإنسان. ومع هذا إن إحنا برضو لابد أن يأتي تأدب الاختلاف عبر المنابر، عبر المنبر الكنيسة، عبر المنابر المساجد، عبر الإعلام، عبر الندوات، ولا تأتي بالسجون. وأقول لك حديث يقول لك إيه صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال يا رسول الله مظلوما وعرفنا، أما ظالما فكيف؟ فقال أن تأخذ على يديه. الأخذ على يديه لم يكن بالسجن، إنما الأخذ على يديه يكون الحجة بالحجة. ويعني ودي مسائل الحقيقة فاتت المؤسسات المسؤولة. يعني عندما كان هناك هذا الرجل اللي دخل السجن عشان يعني الكاميرا خطفته، او حدث له فتنة العقل، او انزلقت قدمه ولسانه في الاستطراد والتطاول بلغة هذا الشباب، طبعا ده مرفوض. كان من وقتها هنا بقى هقف انظر اخاك ظالما او مظلوما. لماذا لم تنبري المؤسسة الغيورة على الخطاب الديني وتطلب من القناة تقول اوقف هذا الكلام، لانه لا يتفق مع صحيح الدين ولا يتفق مع لغة الواجبة في الحوار في هذه القضايا. لا، هم صمتوا وتركوه سنة وشهرين، ثم بعد ذلك كان مآله الى السجن. ده ما ينفعش. انا كمؤسسة في المسجد، او كمؤسسة في الكنيسة، او كمؤسسة في الاعلام، او كمؤسسة في الصحف، لابد اننا يعني نقف بمعنى الفكر بالفكر والحجة بالحجة، وليس اترك الحبل على الغارب ثم ادخل بعد ذلك السجون. والانسانية عانت كثيرا من هذه المصطلحات وهذه السجون. يعني لما يجي هذا الفيلسوف الفقيه الرائع ابن رشد يسجن 3 مرات لاختلاف
في مصطلح من منطقة زندقة، فكانوا بيعتبروا عمل الفلسفة ده عمل زندقة، أو الحسبة التي ألغيت، أو الهرطقة في العصور الوسطى، أو يعني البشرية بتتقدم إلى الأمام وتخرج من هذه المصطلحات الخانقة ولا علاج لها، لا السجون أبدا، إنما العلاج الحوار والتوعية الدقيقة من قبل المؤسسات المسؤولة. هذا ما أعنيه من موقفي في هذا الأمر، أن الحجة بالحجة والكلمة بالكلمة والرأي بالرأي. يعني لما يجي مثلا واحد يقول لك إيه إن أنا أعايد على أهلنا من المسيحيين، طب يحرمه، طب دي هرطقة. لا، وممكن حد يقول ده ازدراء اديان برضه، ان ده ازدراء لدين المسيح. وطبعا ازدراء اديان بالظبط، يعني ازدراء نفس زندقه وهرطقه. صحيح. والاحكام والقانون لابد ان تكون عبارته دقيقه محدده، ولا عقوبه الا بقانون. هي لسه فعلا دكتور لسه استاذه ناديه هنري كانت بتقول نفس الكلام، انه لازم تحديد اللفظ ومعناه هو ده المنطلق، هو الأصل في القوانين والأحكام، حتى لا نتصادم مع دستورنا ولا نتصادم مع المواثيق الدولية. طب دلوقتي هذا هو يعنينا جميعنا، بما فينا الدكتورة نادية، ولها مني كل التقدير، وبما فيه من تقدم لهذا الأمر. جميعنا حريصون على عقائدنا، أكيد. ولا في أحد مننا، لا الدكتورة نادية ولا أمنا نصير ولا أي أحد ممن تقدموا، إنما إحنا حريصون على مساحة حرية الإنسان في الإطار المنضبط في داخل شريعتنا وفي داخل دساتيرنا وفي داخل سمعتنا وعلاقتنا مع الدساتير ومع المواثيق الدولية. طبعا بشكرك جدا دكتور أمنة نصير، وأسفين لإزعاجك، لأن يعني أزعجناكي في وقت متأخر، وإحنا عارفين إنك يعني بتنامي بدري. شكرا دكتور أمنة نصير، وعودة للضيوف. اتفضل دكتور محمد.